الدودنة الإبيثيليوم بتاعت الدودنة. إيه نوع الإبيثيليوم الموجودة عندي في الدودنة؟ سمبل كولومنر. تمام، في الدودنة ممكن كمان أقول ستراتيفايد جلاندولار إبيثيليوم. ليه؟ لأن فيها جلاندز كتير، يعني ممكن أقول سمبل كولومنر أو ستراتيفايد جلاندولار إبيثيليوم. طيب ايه الحاجة اللي بتميز الدودينم، بتبدأ تظهر في الدودينم؟ عندك جلاند؟ لا، عندي الفيلاي والمايكرو فيلاي. قبل الاستومك ما فيهاش فيلاي مايكرو فيلاي، الاسوفاجوس ما فيهوش فيلاي مايكرو فيلاي. تمام، في الدودينم تبدأ تظهر عندي الفيلاي والمايكرو فيلاي. بعد كده ال سب ميكوزا، مظبوط. السب ميكوزا احنا في السب ميكوزا الكل فيه مايسنر، احنا قلنا مايسنر بلكسس ده اللي هو اللي بيعمل الانرفيشن لل الكل، يعني مايسن سبليكسس موجود في كل اللايرز. تمام، عشان تبقى الامور واضحه يعني هننزله هنا كده مايسن سبليكسس موجود في الكل، في كل الجي اي تراك. اوكي تمام، ايه تاني سبيشال في الدودينام في السب ميكوزا؟ قلنا فيها هي والاسوفاجس فيهم جلانس، فيهم جلانس، ما فيش اي حته تانية في الجي اي تراكت فيها جلانس في السب ميكوزا غير الاسوفاجس والدودينا. يبقى هنا عندي جلانس، بسميهم الجلانس الموجودين برونرز جلانس، برونرز جلانس. ايه الوظيفه بتاعت البرونرز جلانس؟ سكريت ميوكس، يعني زي الجلانس اللي كانت في الاسوفاجس في السب ميوكوزا. الجلانس اللي في الاسوفاجس في السب ميوكوزا برضه سكريت ميوكس. تمام، وبالنسبة لماسكولاريس بروبريا اللي هي اللاير اللي بعد كده اللي هي المسلز، نرجع تاني لتو لايرز، انر سيركولار واوتر لونجيتيودن. انر سيركولار و اوتر لونجيتيودن. طيب وعندي ادفنتيتشا ولا سيروسا؟ دودينا ادفنتيتشا ولا سيروسا؟ ركزوا كده تاني. اذا الاستومك بيكون عنده سيروسا، دودينا شو بيكون؟ سيروسا. بس ما في بطن الدودينا مش الدودينا، لا الدودينا مش عليه الدودينا ادفنتج. تمام، ادفنتج. يبقى الدودينام عليها ادفنتج. طيب بالنسبة لشكل الجلانس اللي موجودة في الدودينام، الجلانس الموجودة في الدودينام هنا عندنا جلانس، الجلانس موجودة فين؟ في لامينا
appropriate. بيبقى عبارة عن ايه الجلانس؟ simple tubular glands مظبوط؟ simple tubular ايه؟ glands simple tubular glands. ايه الخلايا اللي موجودة في simple tubular glands؟ عندنا في endocrine cells وفي goblet cells. في ايه؟ goblet cells. وفي عندنا خلايا بسميهم Paneth cells. Paneth cells دول خلايا الوظيفة بتاعتهم ان هم بيعملوا secretion ل lysozymes. يعني ايه lysozymes؟ اللايزوزايمز دول حاجات زي انزيمز بتكسر الميكروبس او البكتيريا، يعني بسميهم انتي مايكروبيالز. تمام؟ انتي مايكروبيالز. اوكي، يبقى الدودينم فيها ايه؟ simple tubular glands. نيجي نشوف الدويدينم تحت الميكروسكوب. هنا في الصورة اللي عندنا هنا دي عندنا gastro duodenal junction. يعني هنا عندي البايلوروس، تمام؟ البايلوريك بارت اوف ذا ستومك، وهنا عندي الايه؟ الفيرست بارت اوف ذا دودينم. نيجي نشوف هنا الفرق ما بين البايلوريس. البايلوريس هيكون فيها الجاستريك ايه؟ كريبتس، الجاستريك بيتس، تمام؟ وبعدين هنلاقي هنا بيحصل ترانزيشن. ايوه، لو مشينا ناحيه اليمين شويه انا عايز الصوره تكون واضحه، من تحت مش واضحه. هنا هنلاقي تبدا تظهر الايه؟ simple tubular glands، متشقلبه من تحت لفوق، تمام؟ بالمنظر ده. يبقى حصل ترانزيشن، حصل ايه؟ عمليه انتقال من الجاستريك بارت للايه؟ للدودينم. طيب الدودينم لوحدها هنبدا من هنا، عندنا من الشمال لليمين، هنا عندنا دودينم جوجينم وايه؟ إليم. دي الدودينم. هنلاقي انه الدودينم فيها فيلاي، شايفين الفيلاي؟ بتكون ايه؟ كبيرة في الحجم، بيبقى فيه فيلاي كتير. وعندنا برونرز جلانس، تعالوا نشوف برونرز جلانس بيبقى شكلها ازاي. دي المفروض الايه؟ السب ميكوزا، دي الميكوزا، تمام؟ وهنا اللي تحت الميكوزا السب ميكوزا مليانه ايه؟ جلانس. ده المكان الوحيد هو والاسوفاجس اللي ممكن نلاقي فيه جلانس في السب ميكوزا، مظبوط؟ الجلانس دول الفانكشن بتاعتهم ايه؟ ميوكس جلانس. ميوكس جلانس. يبقى احنا كده اتكلمنا على الدودينم. دكتور، ايش اللي الجلانز اللي حكينا ان هو يكون بالاسفاجس كتير؟ في اذا راحت اذا الجلانز في الابيثيليال بارت. تمام؟ يعني الاسفاجس في جلانز في السب ميكوزا، اذا في جلانز في الميوكوزا ميتابليجيا، تمام؟ مظبوط؟ طيب.
يبقى كده دي الدودينم.